الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، مقر إمارة منطقة الرياض وأكبر مدن السعودية من حيث عدد السكان والمساحة، وأسرع مدن العالم توسعا. تعود نشأة الرياض إلى نحو 3 قرون، وكانت تسمى قديماً بحجر اليمامة. اليوم الرياض واجهت السعودية السياسية والاقتصادية والإدارية والأهمية التاريخية، وتملك مقومات سياحية وثقافية من المواقع التاريخية والمتاحف والمعالم الحضارية، ويقام فيها سنوياً عشرات المهرجانات والأحداث الثقافية والترفيهية. الهيئة العامة للترفيه بتقدم حراك سياحي عالمي جذاب، وحدث هو الأول في تاريخه يجمع الفعاليات الترفيهية الأضخم في العالم ملايين الزوار، ويحول المدينة لوجهة سياحية عالمية. موسم الرياض، تخيل في الرياض صار اللي ما قد صار، بهرنا العالم وصرنا محط الأنظار. موسم الرياض هو أحد مهرجانات مواسم السعودية الـ11 اللي أطلقت عليها مستوى المملكة بدءا من العام 2019، وتهدف لتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية. احتفالية ضخمة لمدة 2 شهر تقدم أكثر من 100 فعالية تتنوع بين الرياضة، العروض المسرحية والموسيقية، عروض الأزياء، السيرك والخدع البصرية، الألعاب ومدينة الملاهي الضخمة، ألعاب نارية وأطول نافورة راقصة. هالعروض تتوزع بين 12 موقع مختلف في العاصمة الرياض، وعلى مساحة 14 مليون متر مربع. الافتتاحية لحالها استقطبت أكثر من 400 ألف